السلام عليكم، أنا صبحي من شركة استغاوة ممثلة في المبيعات الدولية. اليوم أقدم لكم واحد من المنتوجات المهمة لدى الشركة والجد فعالة، وهي آلة التصفية الدقيقة للمواد الصلبة وتسمى بالأسطوانات الدائرية أو الغطرس. مقاومة هذه الآلة تسمح لها العمل خلال 24 ساعة خلال مراحل جد طويلة، يصنع إما في قالب معدني أو في أعمال مدنية. العناصر المكونة لهذه الآلة هي أسطوانات من الصلب غير القابل للصدأ، ومن شبكة التصفية هي من البوليستر، نظام إزالة الشوائب بواسطة رشاشات الماء، ودوران الخاص للأسطوانات. ضوء المرور هو من 10 إلى 100 ميكرات، تدفق المياه يصل إلى 5400 متر مكعب للساعة. من أهم مميزاته هو تقليل تكلفات الطاقة، والتصفية تتم عبر طريق الثقل. تصفية جزيئات صغيرة الحجم هي أيضا من مميزات هذه الآلة، واستعماله يعطي سائل حر تماما من الشوائب والعضويات، وتقليص الأكسجين المرتبط بالحمولات الملوثة. تشغيله جد سهل واقتصادي، وصيانته كذلك. نظام فعال لتطبيقات إعادة استعمال المياه في القرى. للمزيد من معلومات عن هذه الآلة، المرجو زيارة موقعنا istghawa.com أو ترك لي رسالة خاصة في m@istghawa.com.